استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم حول نتائج الدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2022 والتي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية للمبدعين من الأطفال والنشء من 5 سنوات إلى 18 عاما. وثمن رئيس الوزراء هذا المنتج الفكري المميز لتلك الجائزة المهمة التي تعد إنجازا جديدا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن بتنمية مواهب الأطفال والنشء لتشجيعهم على الإبداع والابتكار.